بسم الله الرحمن الرحيم. والمحاضرة الثانية في البلوك بلاد اند الليمفاتيك سيستم هيم الـ210 الخاص بكلية الطب الفرقة الثانية أسوان. هناخد بعد كده البرازايت اللي موجودة داخل الار بي سيز او داخل اللي بنقول عليها بلاد بارازايت، واهم ما فيها اللي هي ان احنا نعرف في الملاليا البارازايت المود اوف انفكشن بتاعها، نعرف الباثوجينيزس. في نهايه المحاضره المفروض نعرف نشخص حاله توكسوبلازما، نعرف نشخص حاله ملاريا ازاي. الهيومن ملاريا عندنا 4 سبيشيز بيعملوا الملاريا: بلازموديوم فايفكس، بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم ملاري، بلازموديوم اوفالي. ودول بيبقوا منتشرين قوي في التروبيكال وسب تروبيكال كانتريز، زي ما انت شايف الخريطه كده قدامنا بتاعت العالم، بيبقى موجود فيها البلازموديوم فايفكس مع حاجات سبيشيز تانية اللي هو الريد كلر، والجرين كلر بيبقى البلازموديوم فايفكس بس في حتت معينه كده خاصه. لكن الملاريا منتشره ومرض كبير ومرض بيصيب ناس كتير، وللاسف بيموت ناس كتير كل سنه. الترانسميشن بتاع الملاريا، البلازموديوم بيتنقل عن طريق يا اما بيولوجيكالي، وفي الحاله ديت لازم تبقى في فيميل انوفلس موسكيتو مصابه هي اللي بتنقل، وبتنقل لنا الانفكتيف ستيج بتاع الملاريا. هنا بيبقى السبوروزويت، ويبقى نسمي الملاريا ديت سبوروزويت انديوسنج ملاريا. يبقى اول حاجه بنسميها سبوروزويت انديوسنج ملاريا اللي هي منتقله عن طريق الحشره. نمره 2، في ميكانيكال زي بلاد ترانسفيوجن، وفي الحاله ديت بيتنقل لنا الانفكتيف سيد عباره عن الشايزونت او الميريزويت، ونسميها ميريزويت انديوسنج ملاريا. وبعدين في نوع تاني بيتنقل عن طريق الكونجينيتال ترانسميشن، وفي الحاله دي بيحصل دورنج. وبعدين في كونجينيتال ترانسميشن اوكير ثرو بلاسنتال، وده عن طريق البلاسنتا، ويبقى ديورنج ليبر ممكن نسميه كونيتال ترانسميشن. والانفكتيف ستيج بتاعه عباره عن ميرسوزيك ملاريا. يبقى الخلاصه ان الملاريا لو هتنقل عن طريق البيولوجيكال، يعني عن طريق الفيميل انوفلس، يبقى اسمها سبروزويت انديوسنج ملاريا، سواء كونجنتال او ميكانيكال بنسميها ميرزويت انديوسنج ملاريا. وده الترانسميشن، ادي الفيميل انوفلس، وادي بلاد ترانسفيوجن، وده المذر اللي هو كونجنتال ترانسميشن. ايه الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر بتاعت الملاريا؟ اول ذا ملاريا بارازايت ار باثوجينيك تو مان، كوزنج فيفر، ريجورس، انيميا، انلارجمنت اوف ذا سبلين. فيو داي بيفور ذا فيرست بارازيسم، يعني قبل الفيرست اتاك، ذا بيشنت مي فيل ماليز ومسلز بين وهيديك واند لوس اوف ابتايت. اتيبيكال اتاك اوف بناين تيرشن على كوارتر ملاريا بيجين وذ ذا فيلينج اوف انتنس كول، يبرد كده الاول due to activation of the hypothalamus، وبعدين يحصل تي سكاتر اند ذا بيد مي ريتر فروم ذا فيكتيم شيفنج رينج، يحصل نوع من شيفنج كده، يحصل نوع من الرجفه او من النفضه كده، وبعدين يحصل نوز وفومتنج ممكن نتيجه لذلك. وبعدين هوت ستيج يبدا وزن هاف ان اور تو 1 اور ليتر، وبعدين يحصل انتنسيف هيديك، وبيحصل ان الفيفر تبدا تعلى، وبيحصل كولوريتد مع الرابشر اوف شايز بتاع الار بي سيز باي ستيمولاتنج باي ذا ووست برودكت اوف ذا بارازايت. لما الار بي سيز يحصل لها رابشر وتطلع الوست برودكت اللي موجوده فيها، تبدا التوكسين دي تعمل لي ارتفاع في درجه الحراره، وبعدين يحصل سويتنج، وبعدين الستيج بتاعت مش تبدا تقل دروباك للنورمال. ده الوصف بتاع اللي بيحصل في الملاريا. بعد كده الاتاك بتاعت الملاريا بتيجي كل 3 ايام او كل 4 ايام، تبقى لنوع الملاريا او نوع البلازميديا المصاب بيه.
في الفالس بارم طبعا الاتاك تبقى ايه مش منتظمه، يعني ايه كل 24 كل 36 ساعه، فمش منتظم، عشان كده بيحصل لها فلكتويشن. وبعدين بيحصل لي برضو في الفالس بارم هيموليتيك انيميا، عشان بتكسر الار بي سيز كلها، والبازوليوم فاكس مرزود انفيد اول اليانج ار بي سيز، لكن الملاري بيبقى انفيد الايجنج ار بي سيز. عشان كده تخلي بالك في البلازما فايفاكس انه بيحب يعمل اليانج ار بي سيز، لكن البلازما الملاري بيبقى ميلي على الايه على الانفيد الايجنج ار بي سيز. وعشان كده الملاري بيحصل له ريموفال من السيركليشن بسرعه، لان الايدنج ما هي كده كده بعد شويه هتنتهي، لان العمر الافتراضي بتاعها 120 يوم. وعشان كده ده ممكن يشرح لنا ليه ان في حاله البلازميديا الملاري بيبقى فيه لو ليفل من البرازيتيزيميا، يعني عدد البرازيت لما نشوفه في البلاد بتاع المصاب بالبلازميديا الملاري هتلاقيه قليل، لان البلازميديا الملاري دايما بيصيب ايه الايجنج اريثروسايتس او الايجنج ار بي سيز، لكن في حاله الفايفكس بيبقى عدد كتير جدا لانه بيصيب اليانج ار بي سيز، فبيعيش فتره طويله في الدم. فممكن نشوف البازوديوم فالسيبارم ميريزويد بيبقى انفيد الاريثروسايت اوف ان ايج، هو ما بيخليش، هو طالع من الليفر يهاجم على طول الار بي سيز كلها الكبير والصغير، حتى اللي ما بيصابش بيحصل له ديستراكشن. عشان كده البازوليوم فالسيبارم بيبقى فيه هاي ليفل من البرازيتيزيميا، عشان بيصيب كل الايج بتاع الار بي سيز يمكن اكتر من الفايفكس، الفايفكس برضه بيصيب اليانج بس، انما ده بيصيب اليانج والايج وكله. وبعدين حاجه تاني مهمه في الفالسيبارم، ان مفيش او absence of exo-erythrocytic cycle، وبالتالي هيبقى كل اللي طالع من الليفر بيهاجم على الاريثرو على الاريثروسايت وبيعمل لها ديستراكشن او بيعمل لها انفيجن. عشان كده بيحصل لنا ماسيف انفيجن اوف ار بي سيز. في الفالس بارم برضه ملاريا بيحصل سيكستريشن اوف انفكتد اريثروسايت ان فاسيكولار اندوثيليوم اوف ديب تيشو. الفينومينا بتبقى كوز بالبروتين برودوس باي بوستي روفوزويت وشازوت. عشان كده الار بي سيز اللي هي مصابه فيها تروفوزويت وشازوت بتبقى ستيك وتش اذر وديبوزيت على الامه بتاعه الاندوثيليال كابيلاريز، وبتعمل لي حاجه زي زي ثرومبس او امبولاي، ده ثرومبس داخل الكابيلاريز. عشان كده احنا ما بنشوفش التروفوزويت ولا الشايزونت داخل البريفيرال بلاد، لكن بنشوف الرينج والجاميتسايد فقط في حاله البازوليوم فالسيبارم، ودي من احد المشاكل برضو اللي موجوده في اللي بتعمل كومبليكيشن كبيره في الفالسيبارم. يعني من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الفالسيبارم ان بيحصل لها في سيريبرال ملاريا، الجرادويت بتاعها بيبقى عالي وصدن، ويبقى بروجريسيف هيديك، وبقى فول الجلوكوما ممكن على طول يحصل كونفالجن وتحصل مشاكل كبيره. وبيحصل برضه حاجه اسمها الملاريا اللي بتحصل رابيد ديفولمنت في الشوك، ويحصل سيركوليتوري فيلير، وممكن اللي بيحصل كونستريكشن للبريفال فينز، وتبقى حصل لي كومبليكيشن كبيره. ممكن جدا يحصل لي سبتيسيميا واستوكسيميا في الماسيف جاسترونتستاينال هومريج، ممكن يحصل بلاك ووتر فيفر، ودي عباره عن اكيوت ماسيف لايسس في الار بي سيز اللي يخلي الهيموجلوبين في البلد واليورين ينزل في اليورين ويديني بلاك ووتر فيفر، بيبقى اليورين دارك، وعشان كده بيسموها بلاك ووتر فيفر، وبيحصل جونديس وفيفر وفوميتنج، وبيحصل ماسيف لايسس للار بي سيز. عشان كده بيحصل ديستراكشن للبوست بارازايتنج اند نان بارازايت ار بي سيز، وعشان مشكله الاوتو اميون ميكانيزم. الاميونتي في الملاريا في حاجه اسمها تولرانس، دي افتر ذا برايمر اتاك بتوين ريلابسز
the patient may have tolerated to the toxin effect of paracetamol. عشان كده درجة الحرارة ما يعني ما ترتفعش في ثالث مرة ورابع مرة كتير قوي. البريمونيشن ده عبارة عن بروتكتيف اميونيتي تو سوبر انفكشن افكتيف اونلي في لونج اس لونج اس لو جريد بارازيتيزم بريزنت بيمنع دخول ستيموليت الاميون بودي اجينست ذا بارازايت. وده يعني احيانا بيستخدموه عشان ان البارازايت طول ما هو موجود بنسبه بسيطه ممكن يمنع الانفكشن من بره، لكن لو البارازايت ده كومبليتلي اراديكيت ذا اميونيتي ديسابير وترجع تاني ريبل تو انفكشن. دي بعد كده في ريلابس، الريلابس في الملاريا الريلابس يعني يحصل رين ويد مانيفستيشنز كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز. وبعدين بس مش نوت مش كل السبيش بتاع البلازينيوم بتعمل ريلابس، قول لي فقط البلازينيوم فايفكس وبلازينيوم اوفالي في هيومن كوز ترو ريلابس وير ذا ايريثروسايت سايكل از بريزنت. اون ذا اذر هاند البلازينيوم فالسبارم البلازينيوم ملاري initiate a condition known as recrudescence or false relapse where the exoerythrocytic cycle is absent and there is sudden reactivation of the erythrocytic stage. ده بيلخص لي ال symptoms بتاع الملاريا. هيبقى هنا في السنترال في ممكن هيدك، في السيستماتيك في فيفر، في المصل في فاتيج وبين، في الباك في بين، في الاستومك في نيزيا وفوميتنج، في السبلين بيحصل لاجنج للسبلين، في الاسبيراتور بيحصل دراي كاف، في السكين بيحصل تشيفز سويتنج. وده يمكن صورة موضحة لان الكلينيكال مانيفستيشن او السيمبتومز بتاعت اللي عنده ملاريا. ازاي اشخص حالة ملاريا؟ نمرة واحد طبعا بالحاجات الكلينيك، البيلور واللارج انتنس والفيفر اللي بتيجي كل وقت معين. وبعدين نعمل بلاد اكزامينشن للسين بلاد فيلم ونصبغه بالجيمس او ريشمان سين، هنشوف الديمونستريت الاسوسيتيك سيل. طب ايه هي السيل اللي هنشوفها؟ هنشوف الرينج والتوفزوت والشاز والجاميتوسايت في كل الملاريا فيما عدا البلازما فالسبارا. هنشوف الرينج والجاميتوسايت. برافو، الرينج والجاميتوسايت بالظبط. ممكن ناخد ستينر ميكشر ونشوف البارازايت، وممكن نعمل سيرولوجيكال تيست برضو من الحاجات المهمه زي الاليزا والميلوبروليسنس. وممكن في البلاد سمير لما ناخد بلاسين نصبه بالجمس هنشوف الستيج اللي موجوده داخل الاربسيس. في دلوقتي رابيد انتيجين ديتكشن تيست طبعا زي كده اللي هو التيست اللي احنا بناخد بيه بنعمل بيه سيرفي للملاريا. طبعا في تطور في الكروماتوجرافي للتيست، وبعدين ده عباره عن نقطه دم ونقدر نشوف الانفكشن. التريتمنت هنا مش عايز ادخل فيه كتير، لكن التريتمنت بتاع البلازموديوم بيختلف طبقا لنوع البلازموديوم، وبرده نسبه الانفكشن برده حاجه مهمه، وهل في ريزيستنس للكروبين ولا لا. ولكن احنا هناخده ان شاء الله في السنة اللي جاية بالظبط الكروبين ريزيستنس. بيشنت بياخدوا حاجات تاني غير اللي هم واخدينها، فده ان شاء الله هناخده بإذن الله في السنة الطوال. بريفنشن طبعا لازم اعمل انتي ملاريا بروفلاكسس، ونعمل الملاريا كومان فيتر انفكشن ديزيز اول اوفر وورد، ونقاوم وبرضه نعمل كنترول للموسكيتو ونعالج الناس اللي موجودة ونمنع انتقال المرض من شخص لشخص تاني. الحاجة التانية اللي انا اخدها للهيموفلاجليت، ودي بنشمل منها ناخد ليها التريبانسوم. ولو انتوا فاكرين كان عندنا نوعين من التريبانسوم، واعتقد احنا خدناهم قبل كده لكن هنعدي عليهم بسرعة برضه عشان ما يبقاش خدناهم في سنة تانية على فكرة في بعض الحالات، اللي هو التريبانسوما جامبينزي ودرسوما رودسينسي، دول افريكا تريبانسوم. وترابانسوما كروزاي ده اللي بيبقى موجود في الامريكان تريبانسوم. الافريكان تريبانسوم ديت بيبقى نوعين جامبينز رودسينس، ودول مشهورين قوي في وسط وغرب افريقيا والمناطق اللي هي مصابه بالتربانسوما جامبينز باللون الاحمر والترابانسوما رودسينس باللون الازرق. بيتنقل عن طريق
الحشرة اللي بيسموها جلوسينا، وبيعمل مرض بيسموه سليبنج سيكنس، لكنه ممكن يكون كونجنيتال عن طريق كروسز البلاسينتا، او اكسيدنتلي عن طريق البلاد ترانسفيوجن. بيبقى في شانس في بلازتسيما ليمف نود على طول، بيحصل اللارجمنت للوينتر، اللارجمنت للبستيور سيرفايكال ليمف نود اللي بنسميها وينتر باتوم ساين، دي اول عرض من اعراض التريبنسوما جامبينزور سينسي. وبيبقى في فيفر وانيميا ولوكو سيتوبينيا وهاي اي جي ام ورش وحاجات مهمة جدا. الستيج التانية بيحصل انفيج للسي ان اس والديني لسليبنج سيكنس او مرض النوم. برضو هنا بناخد عينة من الليمف نود او ناخد عينة من البلاد ونقدر نشوف فيها البارازايت، وممكن نشخص بالسيرولوجي او الموليكولار ميس. التريتمنت تتوقف على نوع الستيج اللي فيه، في الصورة مين والحاجات اللي هي دراجز اللي ممكن ناخدها في علاج التريبانسوما، ودي برضه هناخدها في اخر سنه رابعه ان شاء الله. الامريكا تريبانسوما نفس الحكايه، لكنه بيتنيل عن طريق الكيسنج باج او تريتوما ميجيستيا، وهي ما بتعرش ما بتحطش في البارازايت، ما بينزلش في الانتيرو ستيشن، لكن بينزل عن طريق الاستور في البوستيرو ستيشن ترانسميشن، وممكن يتنقل عن طريق البلاسينتا، وبيعمل نوع من الاوديما وبنسميه حتى شاكلز ديزيز، وبيعمل رومانان ساينس انفلاميشن اوف ذا اي، وبيحصل لارجمنت اوديما للوان فيس، وبيحصل منه لينفا ادنوبسي ومايوكاردايتس وهيباتوس بلينوميجالي. في الكرونيك فيس برضو بيحصل شاكلز ديزيز وشاي كرونيك ديترمينيشن ليد كرونيك دايليتد كارديو مايوبسي واسفوجيوميجالي، وبيحصل ان ممكن الانسان يحصل له مشاكل في الهارت بسبب تريبانسوما كروزاي. برضه في الكرونيك ستيج ممكن نشخص، في الاول ممكن نشخص بالكلينيكال دايجنوزيس، نشخص بالكلينيكال او بالاكوت ممكن نشوف التريبانسوما كروزاي في العين بلاد، لكن ممكن في الكرونيك نستخدم حاجه اسمها زينو دايجنوزيس، وديت ان انا بنجيب الوينجت باك اللي مربايه في المعمل عندي واعرضها لانها تعمل سايكل بلاد للراجل السسبكتد، وبعد كده نشرح الوينجت باك دي نتلاقى فيها تريبانسوما سيد ديفولوبمنت. ممكن نزرع على الان ميديا، ممكن نعمل انكوليشن في المايس او الرات، وممكن نعمل سيرولوجيكال تيست زي الكومبلمنت فيكسيشن تيست ودايركت فلورسن انتي بودي تيست. ده شكل اللي بنعمله في حاله التكس في حاله الزينو دايجنوزيس، وده شكل اللي احنا بنعمل فيه. بعد كده التريتمنت، في دراجز معين بتاخد في الاكوت ودراج تاني ممكن ناخده في الكرونيك. بعض الاسئله اللي احنا حاطينها عشان نراجع بيها برضو أرجوك تقراها وتراجع بيها المحاضرة بتاعتك. الأسئلة هتبقى مغطية لكل الحالات. ده سؤال عن الملاريا باتنين الكوارتر، الملاريا بسببها البلازموديوم ملاري، الماليجنت ملاريا بسببها البلازموديوم فالسيبارا، دي حالة تريبانسوما رودسينسي، ودي حالة بلازموديوم جاميتوسايت، ودي حالة بلازموديوم فايفكس. وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يوفقكم جميعا وتحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.